Фаул от Манчестър. ما هذا تدخل عنيف وبطاقة صفراء يعني مش في مكانه، أكيد في مكانه. لا أعتقد أنك تعترض على البطاقة الصفراء يا عصام، التدخل كان قوي، لذلك البطاقة الصفراء بالفعل كانت في مكانه. كرة في المرمى، جول غير معقول، هذه التسديدة من هذه المسافة، أي دقة وأي استثناء، قرار جريء.